لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. مخاوف كبيرة تلك التي انتابت فئة كبيرة من المواطنين بعد إعلان يوم أمس عن رصد أول حالة مصابة بفيروس كورونا في نسخته الجديدة، وذلك عند مواطن مغربي قادم من إيرلندا وصل إلى ميناء طنجة على متن باخرة انطلقت من مارسيليا. فالجميع بات يخشى أن تفكر الحكومة جديا في العودة إلى فرض حجر صحي جديد من أجل حماية المملكة من موجة ثانية من الجائحة، خاصة وأن كل الدراسات العلمية تؤكد أن كورونا 2 أسرع انتشارا من سابقتها بكثير. مصادر من داخل الحكومة أكدت لموقعنا أن العودة إلى فرض الحجر الصحي أمر مستبعد جدا في المرحلة الحالية، ولن تلجأ إليه السلطات إلا إذا ما حدث تدهور كبير في الحالة الوبائية ببلادنا، وهو ما تنفيه الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والتي تؤكد حدوث انخفاض في معدل تولد الفيروس. وأضافت مصادرنا أن الحالة الاقتصادية ببلادنا لا تسمح بتاتا بوقف عجلة الإنتاج، إذ أن البلاد لن تتحمل الآثار المدمرة لحجر صحي جديد، إذ أن الاقتصاد المغربي يلزمه عدة أشهر أخرى للتعافي من الإغلاق الأول، كما أن ميزانية الدولة تعاني من نقص حاد جدا في الموارد، ولن يكون بوسعها تقديم أي دعم اجتماعي في القريب العاجل. واعتبرت مصادرنا أن الحكومة تراهن حاليا على مواصلة احترام المواطنين للتدابير الاحترازية مع النجاح في استلام أولى دفعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما سيمكن بلادنا من تجنب الأسوأ. نشكركم على حسن المتابعة.